أسعد الله أوقاتكم متابعينا الأعزاء من منصة حماة التربوية. معكم المعلمة هي العلوش، معلمة الصف الرابع الأساسي من مدرسة الشهيد إبراهيم الصواف الابتدائية. سنقدم اليوم درسا جديدا بمادة العلوم بعنوان طاقة الخفية، وسيرافقنا في هذا اللقاء مجموعة من أبطال الصف الرابع لنتعرف على أسمائهم وإياكم. تفضلي. ريماسم هاوس، جنى معراتي، ماهر الزيني، سارة نزال، زين الشام رمضون، ميسون العلاوي. أهلا وسهلا بأبطال المستقبل. جاهزون البدء بدرسنا لهذا اليوم؟ نعم. بداية سأعرض عليكم هذا الفيديو القصير، أرجو أن تنصتوا إليه وتشاهدوه جيدا. لقد تعبت، ليس لدي طاقة، لم يعد لدي القدرة على القيام بأي عمل. أنت على حق، الطاقة هي القدرة على القيام بالعمل. وهل تستخدم السيارات الطاقة أيضا؟ بالطبع، تستخدم السيارات الوقود كمصدر للطاقة. الطاقة في الوقود هي ما يجعل السيارات تتحرك. كل الأشياء تحتاج إلى طاقة حتى تتحرك. وهل يمكننا تخزين الطاقة؟ نعم، يمكننا تخزين الطاقة. للسيارة مثلا خزان نملأه بالوقود. هل شاهدنا الفيديو جيدا؟ نعم. الآن ماذا شاهدنا في هذا الفيديو؟ تفضل يا ماهر. طفل وطفلة يتحدثان عن الطاقة. أحسنت. أيضا ماذا شاهدنا يا جنى؟ طفل يركض. طفل يركض. أيضا ريماس قال إنه تعب ولم يجد لدي طاقة. عندما كان يركض تعب وقال بأنه لم يعد لديه طاقة. أيضا ماذا شاهدنا ميسون؟ سيارة تمشي. السيارة تمشي. أيضا سارة قال الطفل للطفلة، هل أيضا السيارة تختزن الطاقة؟ هل السيارة تختزن الطاقة برأيكم؟ زين. نعم. كيف تختزن هذه الطاقة؟ أين تخبئها؟ أين تخبئ الطاقة؟ جنى في خزان الوقود. في خزان الوقود. السيارة برأيكم، ما هو الوقود الذي تسير به السيارة؟ ما هو الوقود يا ريماس؟ البنزين. السيارة لا تستطيع أن تتحرك دون مادة البنزين. أنا الآن في مكاني، هل أستطيع أن أنتقل إلى الطرف الآخر إذا لم يكن في قدرة أو طاقة؟ لا. الآن سأتحرك أو لا أتحرك، وأنتم ستقولون لي إذا كان لدي طاقة. برأيكم لدي طاقة أنا أو قوة أو قدرة؟ تفضل يا ريماس. نعم. نعم. ما العلاقة الآن بين الطاقة والعمل؟ ما العلاقة بين الطاقة والعمل؟ تفضل يا ميسون. العمل هو الطاقة هي القدرة على القيام بالعمل. الطاقة هي القدرة على القيام بالعمل. بدون الطاقة هل يمكنني أن أقوم بأي عمل؟ لا. لنتابع معا. لدينا الصورة الآتية، ماذا نشاهد بها؟ تفضل يا ماهر. بطارية. أين توجد هذه البطارية؟ أين توجد يا زين؟ في ساعة الحائط. في ساعة الحائط. أيضا جنى جهاز التحكم. جهاز التحكم التابع للتلفاز. أيضا سارة ساعة اليد. ساعة اليد. جميع هذه الأجهزة تستخدم أو أضع بها البطارية. كيف تعمل هذه الأجهزة؟ كيف تستطيع القيام بالعمل؟ ريماس بسبب وجود الطاقة. أين توجد هذه الطاقة؟ أين توجد جنى؟ في البطارية. في البطارية. هذه البطارية تحتوي على طاقة تمكن هذه جميع هذه الأجهزة من العمل. من العمل. في جميع المنازل نضع في ساعة الحائط نضع هذه البطارية، صحيح؟ نعم. في أغلب الأوقات تتوقف ساعة الحائط عن العمل،
لماذا؟ مع أن البطارية تكون بداخلها، لماذا توقف هذه الساعة؟ ريماس، أو لنأخذ إجابة من نيسون. لأن البطارية انتهت من الشحن. من الشحن؟ كيف؟ البطارية انتهت من نفذ الطاقة. نفذت طاقته، أحسنتي. هناك شيء جميع العالم أو جميع الناس تستخدمه ويحتاج إلى شحن. ما هو هذا الشيء يا جنى؟ الجوال. أحسنتي، الجوال أضعه في الشاحن وتمتلئ البطارية بماذا؟ بالطاقة. تمتلئ البطارية بالطاقة، تمكن هذا الجوال من العمل. نشاهد الصورة الأخرى. ماذا نشاهد في هذه الصورة يا ماهر؟ غذاء. كيف نستفيد من الغذاء؟ كيف نستفيد منه يا زين؟ يعطينا الطاقة. يعطينا الطاقة، وكيف يعطينا هذه الطاقة؟ كيف؟ أنا في شهر رمضان المبارك عندما نكون صائمين، صحيح؟ نعم. من يذكرني بالصيام؟ من يذكرني بالصيام؟ تفضلي يا سارة. الصيام هو عدم الأكل والشرب من ظهور الشمس إلى غروب الشمس. أحسنتي، منذ الصباح الباكر حتى ساعات الغروب أنا لا أتناول أي شيء، وعندما يأتي المغرب ماذا يكون قد حل بجسمي؟ لم أكن منذ الصباح الباكر، ماذا يكون قد حل يا زين؟ التعب. لماذا؟ لماذا أتعب؟ لماذا أتعب يا ريماس؟ لأن لا أتناول شيئا من الصباح الباكر إلى غروبي. أحسنت، لأنني لم أتناول أي شيء يعطيني قوة أو طاقة على متابعة أعمالي اليومية. في الصف الثالث أتذكرون هناك أنواع الزمر الغذائية، وهناك زمرة غذائية تعطينا قوة أو تعطينا الطاقة وأتطلبها كثيرا في فصل الشتاء. ما هي هذه الزمرة؟ ما هي يا جنى؟ السكريات. أين توجد السكريات؟ أين توجد السكريات يا ماهر؟ بالحلويات. أحسنتم. ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ ماذا نشاهد يا ميسون؟ باباي. من هو باباي؟ تعرفون من هو باباي؟ نعم. من هو يا جنى؟ رجل البحار. ما هي مادته أو ما هو غذاؤه المفضل؟ ماذا كان يأكل؟ ميسون؟ السبانخ. ماذا تعطي؟ انتبهوا، لاحظوا معي إنه يأكل السبانخ. ماذا يصبح بجسمه؟ ماذا يصبح يا ماهر؟ قوة. يصبح قوي وقادر على القيام بالأعمال. لنوم عن النظر في الصورة الآتية. ماذا نشاهد يا ريماس؟ سبونج بوب. تعرفون من هو سبونج بوب؟ نعم. من هو يا جنى؟ اسفنج بحري. أين يعيش؟ اسفنج بحري. إذن أين يعيش يا زين؟ في البحر. في البحر. من خلقه يا سارة؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء. إذن هذا الشكل شخصية سبونج بوب. ما نوع مادته يا ماهر؟ الإسفنج البحري. الإسفنج، نوع مادته هي الإسفنج. لدينا الآن شكل صغير يوضح تقريبا شخصية سبونج بوب. سأعطي هذه القطعة إلى ريماس. تفضل يا ريماس، مطلوب الآن منك أن تقومي بالضغط على هذه القطعة. ارفعي يدك ودعي أصدقائك يشاهدون أو يلاحظون. قامت ريماس بالضغط. ما الذي حصل يا ماهر؟ تغير شكلها. ريماس الآن انزع الضغط المطبق على هذه القطعة. ما الذي حصل يا زين؟ عادت إلى شكلها الطبيعي. ترى كيف عادت هذه القطعة إلى شكلها الطبيعي؟ أتعرفون كيف عادت هذه
القطع إلى شكلها الطبيعي؟ لا. لنرى، لنرى معا. قلنا بأنه عندما ضغطنا تغير شكلها. أنزلي يدك. ما السبب وراء عدده لشكله الأصلي؟ لدينا الآن تجربة أخرى. لدي كرة، كرة إسفنج. لدي ثلاث كرات، سأعطي كل مجموعة كرة. تفضلوا، تفضلوا. أيضا مطلوب منكم تكرار نفس التجربة. جنى امسكي الكرة واضغطي عليها. أيضا سارة امسكي الكرة، وبنفس الطريقة زين. اضغطوا، اضغطوا بكل قوتكم. ماذا تلاحظين يا ريماس؟ تغير شكله. شكل ماذا؟ شكل الكرة. شكل الكرة، ما هو شكل الكرة؟ ما هو شكلها يا ماهر؟ كروي. كروي. عندما ضغطت، لاحظوا عندما ضغطت جنى وسارة وزين، عندما ضغطوا على الكرة تغير شكل الكرة. انزع الضغط، انزع الضغط المطبق على هذه الكرات. ماذا تلاحظون؟ ماذا نلاحظ؟ تفضلي يا ميسون. عادت إلى شكلها. عادت الكرات إلى شكلها الطبيعي أو إلى شكلها الأصلي. لنفكر معا، ما اسم الطاقة التي تمتلكها كرة الإسفنج بعد ضغطها، بعد أن قاموا بالضغط على هذه الكرة؟ ما اسم الطاقة التي امتلكتها الكرة بداخلها؟ ما اسم الطاقة التي امتلكتها؟ تفضل يا ريماس. طاقة حركية. طاقة حركية، أحسنتي. الآن ما اسم الطاقة التي اختزنتها؟ ما معنى اختزنتها؟ خبأتها هذه الكرة. ما هي الطاقة التي خبأتها هذه الكرة حتى تمكنت من أن تعود إلى شكلها الكروي؟ ماهر. طاقة كامنة. طاقة كامنة، أحسنتم. ما معنى كامنة؟ مخبأة. مخبأة أو خفية. خفية. نلاحظ هذه الطاقة بما أن اسمها طاقة كامنة أو خفية، هل نراها؟ لا. بالطبع لا نراها. الآن لدينا تجربة أخرى، نحتاج فيها إلى كرة. سأعطي هذه الكرة إلى ميسون. امسكي يا ميسون، ضعي الكرة أمامك. لنضع الكرة على سطح أفقي. ما هو السطح الأفقي الذي أمام ميسون؟ الطاولة. الطاولة. ميسون وضعت هذه الكرة ولم تقم بلمسها أبدا. لاحظوا معي، هل تتحرك هذه الكرة من تلقاء نفسها؟ لا. بالطبع لا. سأنتظر ثلاث ساعات أمام الكرة، هل تتحرك من تلقاء نفسها؟ لا. ميسون الآن قومي برفع الكرة. امسك الكرة بيدك وارفعيها ارتفاع معين. الآن دعيها تسقط. ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ ميسون قامت برفع الكرة، وعندما تركتها ماذا حصل للكرة؟ ماذا حصل يا سارة؟ تحركت. كيف تحركت هذه الكرة؟ مع العلم أنها كانت ساكنة، ولكن عندما رفعتها ميسون وتركتها تحركت كيف؟ جنى. عندما رفعتها ميسون أخذت طاقة. من أخذ الطاقة من من؟ الكرة أخذت طاقة من ميسون. أحسنتي. وعندما تركتها ميسون تحركت. تحركت هذه الكرة بفعل الطاقة التي أخذتها من ميسون. جسم ميسون يحوي ماذا؟ طاقة. يحوي طاقة. بفعل هذه الطاقة تحركت الكرة. تحركت الكرة. بعد إجراء التجربة لنقارن النتائج. الكرة الساكنة، أي التي وضعتها على سطح أفقي، تتحرك أم لا تتحرك من تلقاء نفسها؟ هل تتحرك يا ريماس من تلقاء نفسها؟ لا تتحرك. بالطبع لا تتحرك. الكرة على ارتفاع معين عن سطح أفقي، على أن ارتفاع رفعتها، تختزن أو لا تختزن طاقة؟ نعيد نكرر، ما معنى تختزن؟ تخبئ. تخبئ. هل الكرة عندما رفعت ارتفاع معين اختزنت أم لم تختزن الطاقة؟ ماهر.
تختزن الطاقة. أحسنت. الآن لنستجمع ما توصلنا إليه من معلومات ونقرأ الاستنتاج الآتي. اقرأيه يا سارة. الطاقة الكامنة هي الطاقة التي يختزنها الجسم نتيجة وجوده في موضع معين. أحسنت. اقرأي يا جنى. الطاقة الكامنة هي الطاقة التي يختزنها الجسم نتيجة وجوده في موضع معين. اقرأي يا ميسون. الطاقة الكامنة هي الطاقة التي يختزنها الجسم في نتيجة وجوده في موضع معين. كامنة، ما معنى كامنة؟ مخبأ أو خفية. اقرأي آخر مرة يا ريماس. الطاقة الكامنة هي الطاقة التي يختزنها الجسم نتيجة وجوده في موضع معين. نتيجة وجوده في موضع معين. أحسنتم. متابع متوقف؟ متابع. متابع معا. اختر الإجابة الصحيحة. لدي سؤال، اقرأه يا ماهر وأجيب عليه. يمكن اختزان الطاقة. يمكن اختزان الطاقة، صح أم خطأ؟ خطأ. لنرى الإجابة. ماذا ظهر لنا؟ الإجابة خاطئة. الإجابة خاطئة، لنعيد المحاولة. إذن يمكن اختزان الطاقة، صح أم خطأ يا ريماس؟ صح. صح، لنرى الإجابة الآن. الآن تمت الإجابة بالشكل الصحيح. قلنا أي جسم يمكنه أن يختزن الطاقة. أن يختزن الطاقة. الآن السؤال الثاني، اقرأيه يا سارة. الطاقة التي يختزنها الجسم نتيجة وجوده في موضع معين. ما هي، طاقة حركية أم طاقة كامنة؟ الطاقة الكامنة. الطاقة الكامنة، لنرى الإجابة. عمل رائع، أحسنتي. الآن ما العاملان اللذان تتوقف عليهما الطاقة الكامنة؟ ماذا يعني؟ من خلال هذه التجربة سنتعرف ما هما العاملان اللذان تتوقف عليهما الطاقة الكامنة. لدينا، نحتاج إلى مسمارين طويلين ولوح فلين سميك وقطع معدنية أي أوزان أو صنجات، وأحتاج أيضا إلى مسطرة. قمنا بتثبيت هذين المسمارين مقابل المسطرة المدرجة على لوح الفلين السميك، وسأخذ الأوزان وأتي لعندكم لنقوم بإجراء التجربة. لاحظوا معي المسمارين أمام، ما هو الرقم؟ عشرة. المسماران مثبتان مقابل الرقم عشرة. لاحظوا، ولدي الآن لدي وزنان في اليد اليمنى، وزن ذات 200 جرام، وفي اليد اليسرى وزن ذات 500 جرام. برأيكم أي الوزنين كتلته أكبر؟ أي الوزنين يا جنى؟ 500 جرام. الآن لاحظوا معي لنجري التجربة سوية. المسمار الأول سأترك الوزن ذات 200 جرام يسقط عليه، والمسمار الثاني سأترك الوزن ذات 500 جرام يسقط عليه، ولنلاحظ معا. لاحظوا معي، هنا 500 جرام سأضعه يسقط على المسمار الثاني، لكن سأتوخى الحذر عندما أسقط الوزن. أبعدوا أيديكم لكي لا نصاب بأي أذى. سأسقط الوزن الآن، انتبهوا. الوزن كان مقابل الرقم 10. اقرأ يا ماهر، أين أصبح، عفوا المسمار، اقرأ أين أصبح المسمار؟ مقابل أي رقم؟ ثمانية. عند الرقم 8. لاحظوا عند الرقم 8. ما هو مقدار انغراز المسمار داخل الفلين؟ كان عند الرقم 10 مقابل الرقم 10 سنتيمتر، وأصبح مقابل الرقم 8. كم سنتيمتر انغرز؟ 2 متر. 2 سنتيمتر. الآن سآخذ الوزن
ذات 500 جرام وأضعه يسقط على المسمار الثاني. لاحظوا معي، أبعدوا أيديكم الآن، أبعدوا أيديكم، انتبهوا جيدا، انتبهوا جيدا، انتبهوا. المسمار كان مقابل الرقم 10، أين أصبح يا ماهر؟ عند الرقم 7. عند الرقم، لاحظوا، عند الرقم 7. عند الرقم 7. ما هو مقدار انغراز المسمار عندما استخدمت الوزن ذات 500 جرام؟ ريماس، 3 سنتيمتر. 3 سنتيمترات. برأيكم بعد إجراء التجربة ماذا لاحظنا؟ بعد إجراء التجربة ماذا لاحظنا يا سارة؟ الوزن الأكبر سبب انغراز المسمار أكثر. الوزن الأكبر ذات الكتلة الأكبر سبب انغراز المسمار أكثر داخل قطعة الفلين. لدينا تجربة بنفس الأدوات، والمسماران سيكونان مقابل الرقم 10. هنا الفرق بين التجربة الأولى والثانية، سأستخدم وزن 100 جرام وزن واحد، لا استخدم ال 500 جرام. يوجد اكبر من 500 جرام، يوجد كيلو جرام، ولكن لا استطيع استخدامه هنا لانه سيسبب، حتما سيسبب لنا الاذى. الان المسمار الاول ساسقط الوزن عليه عندما يكون الوزن مقابل الرقم 20 سنتيمتر. هنا ساسقط الوزن على المسمار الاول عندما يكون مقابل الرقم 20 سنتيمتر. لنلاحظ معا، ابعدوا ايديكم، لاحظوا معي، اقرأ يا ماهر، أين أصبح المسمار؟ 8 سنتيمتر مقابل الرقم. لاحظوا يا سارة، لاحظوا معي، لنلاحظ، أين أصبح المسمار؟ 8 سنتيمتر. الوزن كان مقابل الرقم 20 سنتيمتر. الآن على المسمار الثاني سأرفع الوزن إلى مقابل الرقم 30 سنتيمتر. لاحظوا معي، لاحظوا جيدا وأبعدوا أيديكم كي لا نصاب بالأذى. لنعيد التجربة. الآن كان مقابل الرقم 10. اقرأي يا سارة، أين أصبح المسمار الثاني؟ عند الرقم 6. عند الرقم 6، لاحظوا، هنا المسمار الثاني أصبح مقابل الرقم 6. مقابل الرقم 6. ماذا لاحظنا من خلال التجربة الثانية؟ ماذا لاحظنا يا جنى؟ عندما نرفع الوزن ينغرس المسمار أكثر. عندما قمت برفع الوزن إلى الرقم 30 المسمار انغرز أكثر. انغرز أكثر داخل قطعة الفلين. الآن لنقارن معا النتائج بعد إجراء التجربة. القطعة المعدنية ذات الكتلة الأكبر أم الأصغر تسبب انغراز المسمار أكثر؟ زين، الأكبر. القطعة المعدنية من خلال التجربة كما لاحظنا الأكبر. الأكبر. أحسنتي. القطعة المعدنية التي تسقط من الارتفاع الأعلى أم الأخفض تسبب انغراز المسمار أكثر؟ ريماس، الأعلى. من الارتفاع الأعلى. الأعلى، أحسنتي. الآن لنتوصل إلى استنتاجنا الآتي، اقرأيه يا جنى. تزداد الطاقة الكامنة للجسم بازدياد الكتلة بالمكان نفسه والارتفاع عن سطح الأرض. ارتفاع عن سطح الأرض، كلما ازدادت الكتلة كلما الطاقة الكاملة كانت ازدادت، تزداد أو تصبح أكبر. هنا لدي وزن كيلوغرام واحد، برأيكم لو استخدمته على قطعة الفلين واستخدمت الوزن ذات 500 جرام، أي المسمارين سينغرز أكثر؟ كيلوغرام. الذي سأستخدم معه الوزن ذات الكيلوغرام. الكيلوغرام. وكلما ازددت الارتفاع
ما سيصبح بالطاقة الكامنة؟ تزداد. أعيدي قراءة الاستنتاج يا ميسون. تزداد الطاقة الكامنة لجسم ما بازدياد كتلته من اقرأي بمكان نفسه ارتفاعه عن سطح الأرض. أحسنتي، أعيدي يا ريماس. تزداد الطاقة الكاملة لجسم بازدياد كتلته بمكان نفسه ارتفاعه عن سطح الأرض. أعيدي يا سارة. تزداد الطاقة الكاملة لجسم بازدياد كتلته بمكان نفسه ارتفاعه عن سطح الأرض. ارتفاعه عن سطح الأرض. أحسنتم. الآن ضع كلمة صح أو كلمة خطأ أمام الجمل الآتية. اقرأ الجملة الأولى يا ميسون وأجيبي عليها. تزداد الطاقة الكاملة لجسم ما تزداد الطاقة الكاملة لجسم بازدياد ارتفاعه عن سطح الأرض. انتبهي السؤال الأول. أعيدي. تزداد الطاقة الكاملة لجسم ما بجسم ما بازدياد الكتلة. صح أم خطأ؟ صح. برأيكم إجابة ميسون بالشكل الصحيح؟ نعم. لنرى هل الطاقة الكامنة تزداد بازدياد الكتلة؟ أحسنتي يا ميسون. السؤال الثاني اقرأ يا ماهر. تنقص الطاقة الكامنة لجسم ما بازدياد الارتفاع عن سطح الأرض. الطاقة الكاملة تنقص بازدياد الارتفاع عن سطح الأرض. خطأ. هل من إجابة أخرى؟ لا. لنرى إجابة ماهر. أحسنت يا ماهر. ما هو تصحيح هذه الجملة؟ تزداد الطاقة الكاملة لجسم ما بازدياد الارتفاع. أحسنت. الطاقة الكاملة لا تنقص بازدياد الارتفاع، إنما تزداد بازدياد الارتفاع. الجملة الأخيرة اقرأي يا جنى. السيارة في قمة منحدر تمتلك طاقة كامنة. ما هو المنحدر؟ قمة الجبل. السيارة تقف في قمة هذا الجبل. تختزن طاقة أم لا تختزن طاقة؟ تختزن. لنرى. أحسنتم، تمت الإجابة بالشكل الصحيح. الآن ما هذه الأشكال التي تظهر لنا؟ زين. أقفال. وما هذه الأشكال التي تظهر لنا أيضا؟ ماهر. مفاتيح. هنا سأقوم بتوزيع هذه الأقفال والمفاتيح على كل مجموعة. كل قفل مكتوب عليه سؤال، لكن الإجابة مكتوبة على أحد هذه المفاتيح. المطلوب منكم أن تطابقوا المفتاح الصحيح مع قفله. المجموعة الأولى هذه الأقفال. لا نبدأ بالعمل حتى أقوم بالتوزيع على باقي المجموعات. تفضلوا. هذا القفل الأول والثاني والثالث، وهذه أقفالكم. تفضلوا. معكم الآن 3 دقائق لإنجاز المهمة. تفضلوا. هل من أحد لديه سؤال؟ من ينتهي ينتظر بقية المجموعات حتى الإكمال. انتهيتم؟ نعم. المجموعة الأولى والثانية أنهوا المهمة، بقيت المجموعة الثالثة. انتهيتم الآن؟ نعم. لنرى الإجابات إن كانت صحيحة أم لا. القفل الأول سؤاله الطاقة المختزنة في جسم ما تسمى. المجموعة الأولى أجيبي يا جنى، ماذا أجبتم؟ الطاقة الكامنة. لنرى المجموعة الثانية، أجيبي يا ماهر. المجموعة الثالثة، أجيبي يا ميسون. لنرى الإجابة. أحسنتم، عملكم رائع. القفل الثاني سؤاله مثال عن الطاقة الكامنة، ماذا أجبتم يا جنى؟ طاقة
طاقة مختزنة في البطارية. طاقة مختزنة في البطارية. لنرى الإجابة الأخرى من المجموعة الثانية. أيضا طاقة مختزنة في البطارية. مجموعة ثالثة. أيضا الطاقة المختزنة في البطارية. لنرى كم أنتم رائعون، إجاباتكم صحيحة. القفل الثالث والأخير سؤاله: تزداد الطاقة الكامنة بازدياد، لم يبقى إلا قفل واحد، اقرأ يا جنى الإجابة. الارتفاع والكتلة. المجموعة الثانية. الارتفاع والكتلة. المجموعة الثالثة. أيضا الارتفاع والكتلة. أيضا الارتفاع والكتلة. أحسنتم. الآن لدي بطاقات صغيرة، سأعطي كل مجموعة بطاقتين أو ثلاث بطاقات، ويكتبوا لي كل مجموعة تكتب لي ماذا تعلمنا من درسنا لهذا اليوم. جاهزون؟ نعم. لنبدأ الآن. المجموعة الأولى، تفضلوا. تفضلوا. المجموعة الثانية عفوا. تلصقوا الأوراق. والمجموعة الثالثة، تفضلوا. معكم دقيقتان للانتهاء. أنا أنتظر منكم ماذا تعلمنا من درسنا لهذا اليوم. ينتهي ينتظر، ينتهي ينتظر. المجموعة الثانية أنهت العمل؟ أحسنتم. انتهينا. المجموعة الثالثة انتهت، بقيت المجموعة الأولى. انتهيتم؟ نعم. الآن ريناس اقرأي ماذا تعلمنا من درسنا لهذا اليوم. بدون الطاقة لا يمكن القيام بأي عمل. جنى، تزداد الطاقة الكامنة بازدياد الكتلة وبازدياد الارتفاع عن سطح الأرض. اقرأ يا ماهر. يمكن اختزان الطاقة. سارة، مثال عن الطاقة الكامنة، الطاقة المختزنة في الطعام. اقرأ يا زين. الطاقة هي هي القدرة على القيام بالعمل. اقرأ يا ميسون. الطاقة الكامنة هي الطاقة المختزنة في جسم ما نتيجة وجوده في موضوع معين. أحسنتم. هل استفدنا من هذا الدرس؟ نعم. هل استفدنا منه جيدا؟ نعم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم به. ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء.